انت حاليا كم ولد عندك؟ اثنين. اثنين هم اليوم مرض؟ اثنين عندهم ثلاسيميا. ايش قد اعمارهم؟ واحد 10 سنين، 11 سنه، واحد 10. شنو المشاكل اللي مرات تعيقك وزوجك مرات؟ والله ما هنا بالمستشفى حاليا كلهم يعني ماكو اي شيء، ما مقصرين مع اي مريض، بس عندنا المشكله بل نطلب من العالم انها تيجي تتبرع بالدم على المصرف، يعني نوبات نعاني دم ماكو، يعني مثل بالمصرف ماكو، ولا اذا عندهم يجهزونه ما ماكو اي مشكله، من ماكو دم نتاخر طبعا يعني. كم يوم تاخر؟ ماكو، اذا لازم من اذا ماكو دم نجيب متبرعين، إذا لحقوا مثل بنفس اليوم يمشونه، ما لحقوا ثاني نهار نرجع. أفرحتي بالمدرسة؟ إي. قصة؟ خامس. بالخامس. زين، أفرح كل إيش قد تجين هنا؟ 21 سنة. كل 21 يوم؟ إي. تجين هنا؟ إي. يعني الطبيب يقول لكم تعالوا؟ إي إي. كل إيش قد تجين؟ كل 21 يوم أجي. تجين؟ إي آخذ دواء. أي صديقتي تجي، تجي وياي. تجي وياي. إي. زين، شنو المشاكل اللي تواجهكم؟ ما عندنا مشاكل الحمد لله، بس يعني الدم تتأخر شوية، يتعبنا شوية. شلون يعني الدم يتأخر؟ يعني بالفحوصات يتأخر لحد ما يطلع. كم ساعة تظلين بالمستشفى هنا؟ لحد الساعة 2، ساعة 8 يجي لحد الساعة 2، هاي هي. احنا مستشفى الحدباء تخصصي امراض الدم وزرع نخاع العظم، يستقبل امراض الدم الوراثية اللي هي ثلاسيميا ومنجلي مكورات، وأمراض الدم السرطانية للأطفال حاليا بشكل يومي. أمراض مرض الدم الوراثية يجون حسب مواعيد مسبقة. الحمد لله عندنا وفرة في العلاج الخاص بهؤلاء الفئة من المرضى. قد يواجهنا في بعض الأحيان شح ببعض صنوف الدم، تعرف أنه الدم اللي يجي هو يعتمد على التبرع، فبعض بعض صنوف الدم مثلا الأو زائد أو الأي زائد دي نواجه للأسف شحة. ندعو من هذا المنبر الكريم إلى تشجيع أهلنا في الإقبال على التبرع بالدم لتلبية حاجة مرضى الثلاسيميا. لدينا يوميا ما لا يقل عن 60 مراجع يحتاج قناني دم. عادة احنا نطلب قناني الدم تكون يعني ما مخزون لفترة طويلة حتى يستفيد منها المريض بشكل كبير. لدينا برنامج متعاونين مع مصرف الدم، نعطيهم دائما حاجتنا مسبقا قبل يوم أو يومين، ومصرف الدم المركزي مشكورا يهيئ ويلبي هذه الحاجة بإجراء عملية تصفية الدم وتجويدنا بدم مفلتر ومفحوظ فيروسيا. لكن للأسف يوميا نواجه بعض الشحة لبعض الصنوف، نتمنى هذه نتجاوزها حتى لا يضطر المريض بجلب متبرعين من يمه حتى يتبرعون بهذه الصنوف، وبالتالي يتأخر عملية أخذه للدم. أحيانا أكو أصناف دم شح بها، ماكو بصراحة، نتبلغ من المصرف الرئيسي المراجع لازم يأخذ متبرع. أثناء ما تأخذ المتبرع أنت إذا أخذته نفس اليوم ما تلحق تكمل القنينة تستلمها نفس اليوم، الفحص بعد الظهر، لازم أنت تضطر ثاني يوم مرت الأخت راح تجيني. أما في حال أنه إذا الدم متوفر، الدم إحنا نجيبه، عندنا سيارة مخول خاص، المراجع يعني هو مكانه، البطل يجي إلى يمه، ماكو مشكلة عندي بها. ولكن يعني في بعض الأحيان بعض الصنوف أصناف الدم السالبة، يعني مثل ما نميرة أي ناقص، عندي أي بي ناقص، يعني أصناف عندي السالب ماكو تقريبا، عندي شحة وليس ما متوفرة. شحة عندي، نعم شحة عندي. إحنا ناشد الأهالي من خلال قناتكم الموقرة انه اذا يعني يتوجهون يوميا بالتبرع بالدم مصرف الدم الرئيسي اللي هو بالجانب الايمن، يعني انقاذ المرضى الثلاسيميا واللوكيميا بصراحه، مو بس الثلاسيميا.